ورجعنا لحضراتكم بقى ولسه اخبارنا مع النادي الاهلي، ولكن في العاب الصالات الفريق الاول لكره السله سيدات بالنادي الاهلي تاهل لنصف نهائي دوري السوبر بعد الفوز على فريق مصر للتامين بنتيجه 53-37 في المباراه الثالثه لدور الثمانيه لبطوله دوري السوبر التي تقام بنظام البيست اوف 3. طبعا عارفين ثلاث ماتشات، ونتائج الثلاث ماتشات هي اللي بتاهل الفرقه للادوار اللي بعد كده. وقمت المباراة على صالة مركز شباب الجزيرة، وقدم الفريق عرض قوي جدا تحت قيادة الجهاز الفني بقيادة كابتن طارق خيري. وأجرى طارق خيري المدير الفني لفريق سيدات سلة الأهلي عدد تغييرات لتجهيز جميع اللاعبات ومواصلة تنفيذ الجوانب الفنية والخططية. وكان فريق سيدات سلة الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز في المباراة الأولى على مصر للتأمين بنتيجة 126 في البطولة، وطبعا تأهل لنصف النهائي. طبعا زي ما حضراتكم عارفين بيست اوف 3 دي ثلاث ماتشات بتتلعب، والثلاث ماتشات دول نتائجهم كسبت ماتشين تتأهل مباشرة، كسبت ماتش خسرت ماتش كسبت تتأهل برضو، ولازم تكسب ماتشين من الثلاثة يعني عشان يتم التأهل للدور اللي بعد كده. تعالوا بقى نروح لبطلنا المصري الأهلاوي مصطفى عسل. تأهل البطل المصري لاعب النادي الأهلي مصطفى عسل إلى دور نصف نهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش، والتي تستضيفها طبعا مدينة الجونة خلال الفترة من 19 إلى 26 إبريل الجاري، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 198 ألف دولار للرجال وزيهم بالضبط للسيدات. وفاز مصطفى عسل على مواطنه علي أبو العنين في ربع النهائي بنتيجة 3-0 في مباراة استغرقت 39 دقيقة. وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي 11-2 11-4 11-5. بذلك تضمن مصر لقب الرجال بتأهل الرباعي المصري كريم عبد الجواد وعلي فرج وطارق مؤمن وطبعا نجمنا مصطفى عسل. سيطرة مصرية كالعادة يعني على نهائيات بطولة الإسكواش على المستوى العالم، وبنتمنى التوفيق طبعا للأهلاوي الرائع مصطفى عسل اللي دايما بيقدم مستويات كبيرة خلال السنوات الماضية الحقيقة، ومن بداية ظهوره على الساحة وهو من نجوم لعبة الإسكواش. تعالوا نشوف تقرير خاص بأبطال الطايرة. طبعا زي ما حضراتكم عارفين أبطال الطايرة كسبوا بطولة دوري أبطال أفريقيا، والأسبوع ده كان أسبوع حافل الحقيقة يعني، ولسه كمان السيدات أول لقاء في بطولة السيدات بكرة برضو في تنظيم من النادي الأهلي. النادي الأهلي هو منظم بطولة دوري أبطال أفريقيا للرجال وللسيدات. تعالوا نشوف تقرير خاص بأبطال الطائرة ونرجع تاني نكمل كلامنا. ثلاثية تاريخية حققها فريق رجال الكرة الطائرة بالقلعة الحمراء بعد التتويج بلقب البطولة الإفريقية للأندية الأبطال التي احتضنها النادي الأهلي بمقر الجزيرة، وذلك للمرة 16 في تاريخه بفوزه على حامل اللقب مولودية بوسالم التونسي بثلاثة أشواط دون رد، ليوسع الفارق مع أقرب ملاحقيه الصفاقس التونسي لعشرة ألقاب كاملة. ضمن رجال الماسترز أبطال السوبر الإفريقي التأهل لكأس العالم للأندية التي ستقام في الهند شهر ديسمبر المقبل بمشاركة 10 أندية في الظهور الرابع له ليكون ممثلا للقارة الإفريقية، إضافة للتتويج هذا الموسم بلقبي الدوري وكأس السوبر المصري قبل أن يتوج جهوده بحصد لقب البطولة الإفريقية، ليأتي ذلك تتويجا لموسم طويل اجتهد خلاله الفريق كثيرا وقدم مستويات متميزة للغاية في ظل إصرارهم على استعادة اللقب القاري بعد أيام قليلة من الفوز ببطولة الدوري ودون خسارة شوط واحد على مدار سبع مباريات. كما سيطر اللاعب الأحمر على جوائز البطولة، وبذلك حقق الأهلي إنجازا تاريخيا بالتأهل لكأس العالم للأندية على مستوى ثلاثة ألعاب هي كرة القدم والكرة الطائرة وكرة اليد، وذلك للمرة الثانية على التوالي. نادرا ما تلاقي نادي في العالم واخد بطولة أفريقيا في أكتر من لعبة بالشكل ده، ولسه كمان في البال في الباسكت احتمال كبير كمان إن شاء الله الأهلي يبقى بطل البال. لكن أنت بتتكلم على طايرة بطل دوري أبطال أفريقيا النادي الأهلي، يد بطل دوري ابطال افريقيا النادي الاهلي، ان شاء الله لسه نلعب بكره مباراه مازيمبي الكونغولي ونتاهل للنهائي ويبقى النادي الاهلي بطل في الكوره ايضا، والبال كمان النادي الاهلي المرشح الاول فيها بالمناسبه عشان يبقى بطل ابطال. ونادرا ما تلاقي الفرق كلها بتاعت نادي واحد مرشحه لانها تفوز بالبطوله، ده شيء ما بيحصلش في انديه كتير، ده النادي الاهلي بس يعني.